تأخر بيت أسئلة. وانت 50 مرة عمال يتصل ونقفل عليه وتصل. يلا سيبها تمر مرة. ثلاثة، الجهد الجدودة، عارفين الجدودة جده والأخوة. اللي بالك الجد مع الأخوة عشان يلعب مع بعض بقى، ادي اللعب اللي على أصوله. ايه جهة الأبوة وجهة الجدودة دي؟ الجد طبعا إذا أطلق الجد لا ينصرف إلا الجد أبو الأب، أبو الأم أنا ما بشتغلش معاك. وراح حاطط لي تاني هنا أهو وقال لي أخ شقيق انزل شرطة أخ لأب. إذا الجد يساوي مين؟ الجد بيساوي مين يا أهل الخير؟ الاثنين دول. ليه؟ قال الميت أهو وادي اب، وابو الاب ايه ها؟ وادي اب، الاب طلع من وراه مين؟ اخ شقيق، وطلع من وراه اخ لمين؟ لاب. عند ابو حنيفه الجد زي الاب تماما ويحكم الاخوه. عند الجمهور شافعيه، مالكيه، حنابله قالوا له ليه؟ ما هو يا سيدي امتى يا عم الجد؟ وصلت للميت عن طريق الاب، صح؟ طب ما هو الاخ الشقيق والاخ الاب وصلوا للميت عن طريق مين؟ ولا الموضوع ايه؟ فهمتوا الكلام؟ فعند الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه ومولانا ابو حنيفه خد براي مين؟ خد براي سيدنا ابو بكر والسيده عائشه ان الاب والجد الاثنين زي بعض، فاذا لم يوجد الاب الجد زيه تماما، الجمهور لا. الجمهور ايه؟ لا. فاذا الاب يحكم جميع الاخوه ويحكم الجد فما فوق، لكن ما يقدرش الجد يحكم مين؟ على مذهبنا احنا وعلى مذهب المالكيه وعلى مذهب الحنابله ان الاب يحكم كل الاخوه، لكن الجد يحكم الاخ والام بس. مش مكتوب هنا اهو؟ اذا يا اهل الخير والتقوى في 4 حروب من الاب والجد. الفرق الاولاني ان الجد يحجب والاب لا يحجب. الفرق الثاني الام في المسالتين الغراويتين بتاخد ثلث الباقي، اما لو في جد تاخد الباقي كاملا. اللي هو الايه؟ اللي هو الثلث، يعني ثلث الباقي لا دي هتاخد الثلث كاملا. الفرق الثالث ان الاب يحجب جميع الاخوه، يحجب الاخ الاب والام والشقيق. اما الجد عند الجمهور يحجب الاخ الام فقط. الفرق الرابع اذا كان المعتق راجل او ست ومات وفي اب وفي ابن، الابن ياخد الباقي والاب ياخد السدس. اما لو في ابن وجد الابن ياخد تركه بالاعتاق كامله. الفروض دي انا قلت لكم قبل كده ودي اللي رجعتها معاكم من باب وزن. ثالثة إن الأب يحجب كل الإخوة، أما الجد يحجب مين؟ الأخوة. مات العبد، مات وأنا هورثه كمعتق، أنا ميت في ابني وأبويا، الابن بياخد التركة كلها والأب بياخد الإيه؟ السدس. طب العبد مات وأنا اللي هورثه أنا ابنه وفي الجد، الابن بياخد التركة كلها والجد ما بياخدش حاجة. طيب ركز يا مولانا معايا هنا في النقطة دي، خليك معايا. إذا وجد ابن هيحجب ابن الابن وملوش دعوة بأصله المذكر، لكن يحجب مين؟ كل اللي نازل. إذا وجد أب يحجب مين يا مولانا؟ ملوش دعوة بفرعه، يحكم كل اللي نازل. إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ الأب، مين اللي هيورث؟ الأخ الشقيق. إذا اجتمع الأخ الشقيق والجد، الاثنين هيورثوا. إذا اجتمع الابن مع الجد مع الأخ الشقيق،
الابن ما يحجبش اصوله. ايه اصول الابن المذكره؟ الاب والجد. ايه اصول الابن المؤنثه؟ الام والجد. الام والجده. اللي بالك من هناك، اللي بالك من هناك. طيب تعالى بعد كده، تعالى بعد كده الجهه الرابعه، جهه ابناء الاخوه. فقال لي ابن اخ شين ابن اخ لاب. اذا بتاع اي واحد من اللي فوق يحجب دول، اخ لاب وابن اخ شقيق، مين اللي يورث؟ الاخ لاب. طب اذا اجتمع ابن اخ شقيق وابن اخ الاب، مين اللي يورث؟ ابن اخ شقيق. ليه؟ اعلى درجه. طب اذا اجتمع الاخ الاب مع الاخ الشقيق مع ابن الاخ الاب، اعلى جهه، اقوى جهه. طيب خمسه، يعني الاخ الاب اقوى من ابن الاخ الشقيق. فين الاخ الاب؟ تاني فين الاخ الشقيق؟ ابن الاخ الشقيق. مين اقوى؟ ثلاثة ولا أربعة؟ بس أنت لو قلت ماليش دعوة. طلعت في مية دعوة. وأنا ما أقدرش عليك. قول دعوة. خمسة، جهة العمومة. فطلع لي عم شقيق وعم لأب. عم شقيق وعم ايه؟ إذا اجتمع عم شقيق مع جد، مين يورث؟ إذا اجتمع عم الأب مع ابن أخ الأب، مين اللي يورث؟ ابن أخ الأب. ليه؟ أعلى إيه؟ فين أولاده؟ البني ادم مش بتبطل. طيب ستة، جهة أبناء العمومة. قال لي يا سيدي ابن عم شقيق ابن عم لأب. فإذا اجتمع عم الأب وابن عم شقيق، مين اللي يورث؟ عم الأب. طب إذا اجتمع ابن عم الأب وابن عم الشقيق، مين اللي يورث؟ عم شقيق. تعالى بقى لأخطر نقطة، ولا واحد في دول موجود، ولا واحد في الفرائض موجودة، يبقى في الآخر ندور على مين؟ على غلبان اسمه معتق ومعتقة. سبعة، جهة الولاء. إيه جهة الولاء؟ معتق نفس السطر معتقة. أنا كنت عبد عند راجل يبقى معتق، كنت عبد عند واحدة ست يبقى معتقة. يلا يا إخوانا الجدول ده، يلا عشان أنا عاوز أعيده تاني. عاوز أعيده تاني. رجاء تحفظ، يعني هتعرفه زي ما أنا عملته لك. هتعرفه إن شاء الله، مش هتقول هتحفظه، هو لازم تحفظه بس امشي بالطريقة اللي أنا عملته ترتاح. كتبت الاولى. كتبت الاولى.
الابن لا يحجب الاب ولا الدم. فهمتوها؟ الابن لا يحجب لا الاب ولا مين؟ الاصول. ولا يحجب الام ولا يحجب الجده الاصول. الجدول ده ركز فيه عشان هيفيدك في الحب قوي. تعالى لي بقى للستات والبنات. ها يلا يا حبيبي خلص الجدول بسرعه. يلا خلص الجدول بسرعه. بين هنا وهنا ورأي الحاكم يرفع الجيب. لا يبالك النقطة دي كويس أول عشان ما تحصلش مشكلة. هنا في مصر الحاكم عمل ايه؟ ورث الإخوة الأشقاء. والإخوة الأب مع مين؟ مع الجد. هشرحها لك هشرحها لك لكن مش النهارده. نعم يا سيدي اللي عاوز حاجة. مش فاهم مش فاهم ما كتبت فهمتوا؟ مين مش فاهم؟ مش فاهم مين؟ والنزل والجد وإن على ابن الأخ تعالوا نركز تاني. نعم. أزكى إخوات. أزكى إخوات. مظبوط. مظبوط إخوات. أدفع. أنا مدحتك قلت أزكى إخوات. أنا ذميتك. الابن يحجب ابن الابن ولا ما يحجبش؟ يحجب. ليه ليه ليه؟ أقبلت الدرجة. حطولك فوق بعض. أسأل سؤال. أسأل سؤال. من يحجب الابن؟ لا أحجب. من يحجب البنت؟ لا أحجب. من يحجب الزوج؟ لا أحجب. من يحجب الزوجة؟ لا أحجب. من يحجب الأب؟ لا أحجب. من يحجب الأم؟ غير كده تعالوا نشتغل مع بعض. أنا عندي ستة لا يحجبوا، كتبناهم قبل كده صح؟ كتبتهم ولا لا؟ لا كتبناهم، حضرتك أول لسه مرة. في ستة لا يحجبون، حد فاكرهم؟ الزوج والزوجة. الأب والأم. الأب والأم والبنت والابن. ستة لا يحجبون. ستة لا يحجبون. ستة لا يحجبون. زوج وزوج. أب وأم. بنت وابن. خلاص؟ طيب تعالوا نكمل. هو ده اللي سمعته. خلاص مش عارف نقفله أنا مش عارف. تعالوا نكمل. تعالوا نكمل. رجل مات وترك ابن اخ الاب. ابن الاخ الاب يحجب مين؟ يحجب الاهتم العم الاب. يحجب العم الشريك والعم الاب وابن العم الشريك وابن العم الاب والمعتق والمعتقه. مش هيورثوا اصلا طالما في حد من الجدول ده موجود. ابن الابن يحجب مين؟ يحجب الاخوه. يحجب كله ما عدا مين؟ ما عدا الابن اللي فوقيه وما عدا الاب وما عدا الجد.
مين اللي بيحمل؟ الوصية الأكبر ما مصلحهاش، احنا بنشرح ميراث مش وصية. السؤال واضح، ابن الابن بيحكي مين؟ كل اللي بالجدول ما عدا مين؟ ما عدا الابن وما عدا الجد وما عدا الاب. طب الجد يحجب مين؟ يحجب كل اللي تحت ما عدا الابن. طب واللي فوقيه ما يحجبهمش. العم الاب يحجب مين؟ كل اللي تحت ما يحجبش الفوق. الاخ الشقيق يحجب مين؟ كل اللي تحتيه لكن ما يحجبش مين؟ اللي فوق. الجدول ده ريحني، عاوز اشتغل شويه. خلاص الجدول ده فهمته ولا اتكلم تاني؟ وفهمناه، يلا نخش في حاجه تاني. نعم ده درس كبير لسه ما اتشرحش. يلا يا سيد دلوقتي احنا بنقول بنت وام وقبلهم زوجة واخت لأم، مين يورث؟ جدع مولانا، الزوجة ليها الأم والبنت والأم والأخت نط، مين حجبها؟ اوعى تقول للأم، حجبتها البنت. اللي بيحجب الإخوة الأم ست، جد وأب، ابن ابن ابن، بنت بنت ابن، غير كده لا. قلناها في موضوع زمان. الاخوه الام بياخدوا السدس لو واحد لوحده. التلت اثنين ثلاثه اربعه، مين اللي يحجبهم؟ اب. ها؟ جد. ها؟ ابن. ها؟ بنت. بنت. الفرع الوارث المذكر والمؤنث اربعه. والاصول المذكره كام؟ اثنين. غير كده. بنت بنتين. ابن الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، خلاص دول اللي يحجبوهم. طيب تعالى ركز معايا، رحت شايل البنت، الام هتاخد الكام؟ التلت. طيب رحت حاطط هنا بقى أخت لأب، الأم هتاخد الكام؟ السدس. ليه السدس؟ عشان فيه اثنين من أبيها الإخوة. من الإخوة. طب خليك معايا بقى، قال لي زوج، قال لي أم، قال لي ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب ورث الزوج النص. النص ليه النص؟ والأم السدس إجابة في غاية الغرام. ليه السدس؟ عشان في عدد من الإيه؟ دول إخوة ولا أبناء إخوة؟ يبقى أبناء الإخوة الأم تحصل على الثلث كاملا. خلي بالك عشان الحتة دي في غاية مش هقول الصعوبة، بتعدي. ما في حدش بيتكلم فيها كتير. أنا على نفسي ما بتكلمش فيها كتير إلا لما أفتكر. يبقى لو حطيت هنا أخوة هديها السدس، لكن لما حطيت هنا أبناء الأخوة ماليش دعوة بأبناء الأخوة. يبقى أوعى تقول لي الأخ وإن نزل. الأخ وإن إيه؟ لا ما عنديش الأخ وإن نزل. معلش قدام شوية الحاجات دي هتعرفوها واحدة واحدة. هنا الأم هتاخد التلت، ابن اخ شقيق هياخد الباقي، ابن اخ شقيق وابن اخ الاب، مين هيحجب مين؟ لان ده اقرب جهة ولا درجة؟ درجة. درجة. ركز معايا مولانا في المثال ده.
الأب يحجب كل من يراه ما عدا الجد الأم وما عدا الأم وما عدا الفرع الوارث المذكر والإيه والمؤنث، غير كده فرع الكل. الابن يحجب الجميع ما عدا الأصول المذكرة والإيه والمؤنثة. ابن الابن يحجب الجميع ما عدا الأصول المذكرة والمؤنثة. الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. لكن هل الأخ الشقيق يحجب الأخ الأم؟ مع العلم الأخ الشقيق أقوى وأقرب للميت من الأخ الأم. أنا أخوه أب وأم، الأخ الأم أخوه من فين؟ قال يا سيدي استثناء. الأقوى يحجب الأضعف مع مين؟ الأخ الشقيق لا يحجب الأخ ليها، وده استثناء. الأقرب يحجب الأبعد، صح؟ طيب حلو. كل من أدنى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الإيه؟ طب الأخ الأم مع الأم، هل الأم من الستة اللي بيحجبوا الأخ الأم؟ لا. الأخ الأم والأخت الأم وصلوا للميت عن طريق مين؟ أدي استثناء تاني، ما عنديش استثناء تاني. ابن الأم هي التي وصلت الأخ الأم والأخت الأم للميت، ومع ذلك الأم لا تحجب الأخ الأم. الأب اللي يشيلهم كلهم كلهم والعمام كلهم شوف حاجات كده. الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأم، ليه ما حجبوش؟ استثناء عشان ربنا نص. طيب خليك معانا. نعم يا سيدي. الأم المفروض تحجب الإخوة الأم، بس مش هتحجبهم. ليه مش هتحجبهم؟ استثناء ايضا. الاخ الشقيق والاخ الام الاقوى يحجب الاضعف. الام والاخوه الام ايه؟ ها مين فاكر؟ كل من ادى الى الميت بواسطه حجبته تلك الايه؟ يعني كل من ادى الميت؟ يعني دلوقتي سيادتك هتورث اخوك بناء على ايه؟ مين اللي وصلك لاخوك؟ إذا كان الأب موجود يحجبك. تعالوا نكمل مع بعض بقى في حاجة في غاية الزوج. نعم. ولا الأخ الأب يحجب الأخ الأم. إذا كان القوي اللي هو الأخ الشقيق لا يحجب، يبقى الأضعف الأخ الأم يحجب. طيب تعالوا نكمل مع بعض. لا ما احجبش. وانا شرحتها والله. ادي الميت اهو، الله يخرب بيه، مات وسدنا الهم. صح؟ مين ابوه؟ اب. اب الاب مين؟ الاب ده اتجوز مخلف، كان بيحب العيال، خلف لي اخ شقيق اخ الاب، صح؟ ايه اللي وصل دول للميت؟ ايه اللي وصل الجد للميت؟ يبقى الواسطة واحدة بتحجبهم دي. عند أبو حنيفة يحجب، لكن عند الجمهور ما يحجبش. طيب تعالوا بس عشان أنا عايز أكمل يعني درس طويل شوية كده وأخلص. المرة الجاية هيكون درس مهم بقى اسمه ميراث الجد مع الإيه؟ وتعالوا بقى اتأخرتوا بقى أنا مش دعوة. ولا زال العبد يتأخر حتى لو أخروا إيه؟ إحنا هنا عايزين نركز في معلومة. الزوج والزوجة لا بيحجبوا ولا حد يحجبه. اتفقنا؟ انزلي للجدة. كل جدة أعلى بتحجبها الجدة لمين؟ الأدنى. يعني أنا عندي جدة لأب وجدة لأم. اتساووا ولا في حد احسن من حد؟ يبقى الاثنين ياخدوا الثلث. طب انا عندي جده لام ام وعندي جده لام ام ام، مين اقرب؟ جده الام. دي تتجوز، دي مالها؟
إذا كانت الجدة الأم أبعد والجدة لأب أقرب عند أبو حنيفة، والقانون خد هذا الكلام إن الجدة القريبة تشيل الجدة البعيدة وريح للمملكة. يعني إيه؟ يعني أهو قال لي جدة أب أب، الثانية جدة أم أم أم، من أقرب؟ يبقى في القانون تاخد السدس ودي ما تاخدش. عندنا إحنا الشافعية وسادة المالكية لا، الجدة الأم هي الأصل، فإذا كانت الجدة الأم أقرب من الجدة الأب يبقى تحجبها، إذا كانت الجدة الأب أقرب من الجدة الأم يبقى الاثنين يشتركوا فين؟ لكن أبو حنيفة والقانون المصري إن الجدة القريبة تحكم الجدة البعيدة من أي الجهة. هذا التفصيل هنشرحه يعني بصورة أحسن شوية. فين؟ المذهب بتاعنا ثاني يا سيدنا. المذهب بتاعنا ثاني. المذهب بتاعنا احنا؟ طب حضرتك إن الجدة الأب لا تحكم الجدة الأم بحال. فإذا كانت الجدة الأم أقرب للميت تحكم الجدة لمين؟ لأب. أما إذا كانت الجدة الأب هي الأقرب زي المثال اللي على السبورة على مذهبنا إحنا، إيه اللي هيحصل؟ يشتركوا مع بعض فين؟ مذهب أبو حنيفة والقانون لا، القريبة تحجب مين؟ البعيد. تفصيل المسألة دي في الرحابين. بس أنتوا فهمتوا الصورة دلوقتي؟ ده رأي القانون وده رأي أبو حنيفة. جيب. ايه اللي ناقص ربنا ما انا مصدق يفهم بالطلاق يا ابني يفهم عليك يا اخواني اهل التقوى. اذا تساووا الام مع الاب ايه اللي يحصل؟ هيشتركوا في السدس. إذا حصل إن في جدة أقرب، مين الأقرب الأم؟ قولا واحدا إن الجدة ليها الأم هتوس. لا ده الجدة لأب أقرب للميت والجدة الأم أبعد زي المثال ده. القانون وأبو حنيفة هيورثوا مين؟ الجدة القريبة توس، طلعت لأب طلعت لأم هتوس أهو. نفس الدرجة هتقسم عليهم وخلاص بقى ارتحنا. لكن هنا في المثال اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده الجدة الأم أقرب ولا أبعد؟ أبعد. أبو حنيفة رحمه الله قال إن الجدة الأب هنا تحجب الجدة لمين؟ لأم. والقانون خد هذا الرأي. الشافعية والمالكية قالوا لا، قالوا إن الجدة الأم هي الأصل. فإذا كانت الجدة الأم أقرب تورث. أما إذا كانت الجدة الأم أبعد إيه اللي يحصل؟ يشتركنا مع بعض. ففي الحالة دي على مذهبنا هدول كلهم هيشتركوا فيها في السدس، في السدس 5 2 6 5 2 6. انزل شوية. نعم. الجدة الأم أم أم، الثانية أم أب أب أب. لا لو الأم أقرب تحجب البعيدة من الأب، لو البعيدة أقرب ويعني لو الجدة لأب أقرب عند أبو حنيفة تحجب لأم، أما عند الجمهور لا يشتركنا مع بعض فين؟ في السدس. البنت تحجب الإخوة الأم، بنتين ثلاثة أربعة بيحجبوا بنت الابن فأكثر إلا لو كان معاها الولد المبارك شرحناه زمان. بنتين الابن يحجبوا مين؟ أو بنت ابن واحدة تحجب مين؟ الإخوة الأم إيه؟ كلهم. نعم يا سيدي من؟ زين؟ هنبدأ زين؟ تعالوا نكمل مع بعض. الأخت الشقيقة لو واحدة لوحدها تاخد النص، صح؟ اتنين تلاتة أربعة عشرة لأب ياخدوا السدس تكملة الثلثين لأب.
أختين شقيقتين وخمسين أخت الأب. إذا كان الأختين الشقيقتين حصلنا على الثلثين اللي يحصل يحكيه الإخوة منها لأب. بس خلي بالك إذا تحولت الأخت الأب إلى أخ إلى عصبة مع الغير عاملها معاملة الأخ الأب. الأخ الأب بيحكي لمين؟ ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، العم الشقيق والعم الأب، ابن العم الشقيق وابن العم الأب لأب. وإذا تحولت الأخت الشقيقة إلى أخ شقيق لما تبقى عصبة مع الغير تحكي لمين؟ الأخ الأب والأخت الأب، ابن الأخ الأب وابن الأخ الشقيق والعم وابن العم، وابن العم الشقيق وابن العم الأب. يعني الأخت الشقيقة لا، هديك المثال. الأم تحجب جميع الجدات. الأم تعمل ايه يا مولانا؟ طب والأب لا يحجب إلا الجد لأب فقط. الأب لا يحجب إلا الإيه؟ الجد لمين يا مولانا؟ خلافة الحنابلة عندهم الأب لا يحجب الجد لأب، لكن عند الجمهور اللي خد القانون إن الأب يعمل إيه؟ يحجب، يعني أب وجد لأب وجد الأم، الجد لأب محجوبة بالأب والجد الأم السدس والأب ياخد الإيه؟ الباقي. أما الأم تعمل إيه؟ تحجب جميع الجدات. ركز يا مولانا معايا في الحتة دي. قال لي يا سيدي بنت، أهلا وسهلا. قال لي أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب، مين ورث؟ البنت النص، الأخت الشقيقة. اجعلوا الأخوات مع البنات فهتبقى عصبة مع الإيه؟ عارف يعني إيه عصبة مع الغير؟ العصبة مع الغير تحولت إلى قوة الأخ الشقيقة. إلى قوة الأخ الإيه؟ الأخ الشقيق أقرب ولا الأخ الأب؟ الأخ الشقيق أقرب ولا الأخت الأب؟ يبقى الأخت الشقيقة لما تحولت إلى عصبة مع الغير تعامل معاملة مين؟ الأخ الشقيق. الأخت الأب إذا تحولت إلى عصبة مع الغير تعامل معاملة مين؟ خليك مثال. الأخ الأب مش موجود، الأخت الشقيقة يا سيدي ولا يهمك، الأخ الأب مش موجود. أخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة مع البنت إيه اللي هيحصل؟ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. فبقت يا مولانا في قوة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحكي مين؟ الأخت الأب. الأخت الشقيقة بقت عصبة مع البنت، خدت مين؟ دخلها ليه؟ الكلام ده لو دي صح الفرق اوعى تألف، لأن كل اللي أنا بقوله ما هو إلا تفسير للآية 11 12 و 26. فما فيهاش ضحك. إحنا كل اللي بنعمله ما هو إلا تفسير لمين؟ للثلاث آيات. ها ها حد عايز حاجه ثانيه قبل ما اخش؟ طيب نعم. وكذلك مين؟ مين اللي يحمل الاخ الاب؟ الاخ الشقيق؟ ايوه عليا زوجه اخت شقيقه اخ شقيقه لا معلش أخ الأب مين يورث؟ الزوجة الربع. الأخت الشقيقة الأخ الأب عايز يعمل إيه؟ خلاص فهمت؟ طيب زوجة بنت ابن أخت لأب مين يورث؟ الزوجة الأم وبنت الابن والاخت الاب. اجعلوا الاخوات مع البنات ها رحت عطيت هنا عم الاخت الاب هنا هتبني الباقي لانها صارت في قوه الاخ لمين؟ مين اقرب الاخ الاب ولا العم؟
الأخ الأب رقم 3 والعم رقم كام؟ 5. والجهة الأقرب تحكم الجهة ليها؟ كلام مظبوط أهو، كلام مظبوط. أرجع سؤال هو إيه؟ ليه الأخ يجعلوا الأخوات مع البنات عصابات؟ آه. ليه الأخت الشقيقة والأخت الأب لا يجتمعوا في الأرض؟ مين الأقرب؟ مين الأقرب للمين؟ الأخت الشقيقة عايزة الباقي عصبة مع الغير؟ والأخت الأب عايزة الباقي عصبة مع الغير، مين الأقرب؟ الشقيقة ولا الأب؟ الشقيقة أسأل الأخوات. كلام في غاية الجمال، هذا الكلام لم يقل فيه أحد لا من الكفار ولا من المسلمين إلا سيادتك وفقك، لكن عذرك لأنك مهندس مباني، فتدعو الظرف عاكمت وحاجات كتير أوي، يا حبيبي، يا حبيبي، يا تاني، اجعلوا الأخوات مع البنات حتى يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إطار العصبة مع الغير في الأخوات فقط. مش معنى ذلك إن هو في الأخوات فقط يبقى الاثنين يشتركوا مع بعض، دي ليها حاله ودي ليها حاله، مات وترك اخت شقيقه واخت الاب النص والسدس، ليه ما دخلتهمش مع بعض؟ ما دول اخوات، لا دي ليها حالات ودي ليها حالات. طيب مات وترك اختين شقيقتين واخت الاب، الاختين الشقيقتين خدوا التنتين والاخت الاب مالها؟ محجوبه. ليه حجبتها؟ عشان القاعده بتقول كده، اذا استغرق فرض البنات الاولانيين التنتين راحت على بنت الابن، واذا استخرج فرض الاخوات الثلثين راح على الاخوات لمين؟ الاب. ليه فرقت بينهم؟ عشان انا عندي حالات خاصه بالاشقاء وحالات خاصه بمين؟ بالاب. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لي الاطار اللي بشتغل فيه. الاخوات الاشقاء يحجبوا الاخت الاب، بنتين يحجبوا بنت ابن، اختين شقيقتين يحجبوا اخت الاب. سيبنا ها يلا عشان انا خلصت النقطه دي، تعال نجرب مع بعض. عم شقيق يحجب عم الاب لاقرب درجه، عم الاب يحجب مين؟ ابن عم شقيق. اقرب ايه واقوى ايه؟ جهه. ابن عم شقيق وابن عم الاب مين اللي هيورث؟ ابن عم شقيق. ابن عم شقيق. طيب اب وزوج مين اللي هيورث؟ ده احنا قلنا حاجه، ده بيورث بالفرق وده بيورث بالايه؟ طيب خليكم معايا، خليكم معايا، خليكم معايا. ركز معايا بقى في النقطة دي. بيقول لي مات وترك لي زوج، يبقى اللي ماتت واحدة ست طبعا. لو كان زوج متجوز زوج وده حرام شرعا. وقال لي ام، وقال لي اخوه وسكت، يبقى اخوه اشقاء. وسكت يبقى ذكور فقط، وسكت يبقى ذكور واناث، لكن اناث بس ما يسكتليش. راح قال لي اخوه الام، قلت له يا سيدي ولا يهمك، تنزل هنا ليه؟ عايز حد يكون يعني الطيارة البلد لا تقل عن 3000 جنيه مصري. ترى من هنا 3000 جنيه مصري؟ انت يا ده الصف برضه اتاخد بعدها بقول طيارة الشيخ مالك ب 3000 ونص رافعين فيهم كبرهم ساكنين في المنوفية. يعني الطيارة بتاعتهم لو واحد بلده تتحرق ترفعها باتنين. هات تذكر الطيارة عندكم كام؟ بكام الطيارة البارحة؟ عارف شكله كام؟ 8000 جنيه مصري؟ 8 مليون 8 مليون يعني 8 مليون 8 مليون ايه؟ روبيا ايه؟ لا مصري 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 تذكرة 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 بسرعة 4000 يا كذاب ب3900 صح ولا غلط؟ خلص شهر نسيت انت درجه ثانيه برضه؟ طب يلا جاوب يلا جاوب وام واخوه الام خش انا جاوب غلط يا ابني جاوب غلط ايه المشكله؟ ها؟ الزوج عندي كم حاله؟ الناس
نصف أو ربع. أول مرة تحكم؟ أول مرة تحكم؟ أول مرة. يلا قربي صلى على شيخ شريف. زوج النص عشان ما فيش ولد. الأم في عدد من الإخوة. إخوة الأم ذكورا فقط إناثا فقط. ذكورا وإناثا ما فيش للذكر مثل حظ كل سيد. للذكر مثل حظ كل سيد أربعة منهمش خالص. بنت بنت وابن. بنت ابن وابن ابن. أخ شقيق أخت شقيقة. أخ الأب أخت الأب. ما فيش غير كده. ها ورث مولانا التالت. تعالوا نحسب بقى مع بعض. تعالوا نحسب مع بعض. الراجل هنا بقى يقول لي اصل المساله كام؟ اصغر رقم يقبل الاسم على اللي تحت. ستة. اي اتخيل تلك الراجل ست اسهم. ده اللي احنا قلناه امبارح بعد المره الناس اللي قالوا كفايه كده ومشوا واحنا عملنا فيهم مقلب وشرحنا. طيب ستة على الاثنين فيها الكام؟ ستة على الستة؟ ستة على الثلاثة؟ زائد ها؟ ثلاثة وواحد أربعة، أربعة واثنين ها؟ هذه المسألة تسمى المسألة العادية. هذه المسألة تسمى المسألة الإيه؟ العادلة. إيه العادلة؟ إن الأسهم قضت مين؟ أصحاب الحروب وخلاص. فهمت يا شيخ شريف؟ اسمها المسألة الإيه؟ العادلة. طب إيه رأي يا رحت حاطط هنا إخوة شين ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط؟ هياخدوا إيه؟ مين يقول لي بقى جدع بقى واد جدع كده بقى يقول لي إيه؟ الإخوة الشرقاء هنا ياخدوا إيه؟ لا مش هيشتركوا دلوقتي. هيرجعوا الإخوة الأم. مين اللي قال يكتبوا الإخوة الأم؟ يا ابن حرام عليك. انا عندي عيال سيدنا ربي وما سوطيش بالحسره. اللي يعجبوا الاخوه الام سته ليس لهم سجن يا مولانا. سته ليس لهم سجن ابدا. رقم واحد الاب الجد الابن ابن الابن ها البنت بنت الابن. في واحد من السته دول هنا يبقى بتحجبهم مش محجوبين. كم عددهم؟ واحد ولا كتير؟ مش فارقه معايا. ياخدوا الباقي. جدع الباقي. فين الباقي واحنا خلصنا المساله؟ مفيش. شوف يا مولانا اكتب لي هنا ام او جده. الصوره دي اسمها المساله المشتركه. اكتبها. دي من أخطر المسائل. المسألة المشتركة وهي من أخطر المسائل. سموها ليه المشتركة؟ هقول لك. صورتها أهي. زوج وأم أو زوج وجدة. إخوة الأم ما حدش حجبهم. إخوة أشقاء ذكورا ماشي، ذكورا وإناثا ماشي. لكن إناثا فقط لا. شروطها. رقم واحد. أن يحصل الإخوة الأم على الثلث. رقم اثنين أن يكونوا أشقاء. رقم ثلاثة أن لا يتبقى للإخوة الأشقاء شيء وإن قل. شروط المسألة المشتركة. واحد حصول الإخوة الأم على الثلث ولا على التلت؟ التلت. اثنين أن يكونوا الإخوة الأشقاء ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً. رقم ثلاثة ألا يتبقى للإخوة الأشقاء شيء وإن قل. معلش مولانا أنا أعيد في مرة أخرى. معلش أنت ليه في الآخر؟ لا لا أنا أقصد تذكرة مرة تذكرة ثانية تذكرة أولا وتذكرة ثانية تذكرة 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 في مصر يعني تذكرة تذكرة في مصر تجوزوا واحدة كده من الحسنية أو من البطنية تجوزوا تعبوا يعني وبعدين يموت تلاشى تذكرة وصوتها هي دي أولا. نعم صوتها هي دي صوتها وربنا يهدي يا ربنا يهدي
ها؟ شروطها. تعال بقى أبوظ لك الشروط. تعال أبوظ لك الشروط. ركز مولانا معايا. ركز مولانا بعد إذنك معايا. قال لي زوج. قال لي أم. قال لي أخ لأم. قال لي إخوة شين. مين ورث؟ جدع الشريف والله ترى محترم قوي قوي. النص والأم. لا ده مش أخ الأب، ده أخ لأم. الأخ لأم هيبقى كام؟ ليه ثلث مولانا؟ الإخوة الأشقاء هيبقوا ليه؟ أصل المسألة كام؟ اثنين ستة ستة، أصل المسألة كام؟ إن لقطت أربعة يبقى 12، وإن لقطت 8 يبقى 24، لا في أربعة ولا في 28 ولا في 8 يبقى على طول 6 وأنت مضمن. بتخيل تركة الراجل 6 أسهم، 6 أكوام. عنده بيت بيجيب كام البيت؟ بيجيب 600 جنيه إيجار. أنا ليا كام؟ أنا ليا السدس، يبقى ليا سهم من كام؟ من 6. ال 600 جنيه أنا أورث فيهم 100، الإيجار غلي بقى 1200، يبقى أنا أورث سهم واحد من ال 1200 يكون 200 جنيه. عملت إيه؟ بقسم تلت الراجل إلى 6 إيه؟ أسهم. الصرف الصحي ضرب، عايزين نوضب الشقة، كام توضيب الشقة هيكلف كام؟ هيكلف 1000 جنيه، قسم لي ال 1000 على 6 وأنا أتحمل إيه؟ اتحمل السدس، اتحمل النص، اتحمل التلت. اتخيل تلت الراجل هنا 6، 6 على 2 فيها كام؟ 3 على 6 على 6 زائد بيساوي كام؟ يتبقى كام؟ يبقى دي المسألة المشتركة؟ ايه الشرط اللي اختل محمد بن الله؟ ان الاخوة الام خدوا كام؟ السدس. ابوظها البطل. زوجة وأم وإخوة لأم وإخوة شين. مين ورث كده البار التاني ده؟ ها مين ورث؟ احنا انت انا عاوز ابوظ مسألة أخرى بتاع بوظ. لا لا ها عايزين حد من الجماعة الأجانب مولانا معانا ولا لا؟ شفت المصريين بس معانا؟ أكيد. يبقى تقول إيه؟ اتفضل خش عليا. زوج الربع ها؟ سدس. سدس اخوة الأم تلت. اخوة أشقاء أصل المسألة كام؟ 12. حلو حلو 12 مفيش مشكلة. 6 6 6 ريلاكس ريلاكس. كويس يا سيادة، كويس يا اخوان، كويس يعني بلوك. ريلاكس يعني تلهوا شوية. هنا 6، 6 على 4 فيها كام يا فتحي؟ اهو قصدي اخواته اللي قال لي 6. الواحد بيتبقى فيه حبيب قال روح يا ابني قال لك الام على الدنيا. من 12 هتخيل تركة الراجل 12 سهم، بس ما فيهاش هزار معروفه. انا جبتها لك من الاخر، في قواعد كتير اسمها التوافق والتماثل والتداخل والتباين، مش عايز ادخلك في الشغلانه دي دلوقتي. فانا ريحت سيادتك، لكن يبدو ان الانسان ما بيحبش الراحه. اي مساله فيها اربعه وشويه شباب تاني، اصل المساله 12 وما تشتغلش فيها. 12 على الاربعه فيها الكام؟ تركة الراجل 13000 جنيه، الزوجه خدت 3 وانصرفت مشكوره ماجوره. 12 على الستة فيها كام؟ 12 على الثلاثة؟ 3 و2 5 و4 9 من 12 9 من 12 3. يبقى دي مسألة مشتركة؟ لا لا. آخر بوظان، آخر حاجة هعملها في طابوس المسائل. زوج واحدة واحدة وأم وإخوة لأم وإخوة لأب ورث مولانا. النص السدس التلت الباقي.
أصل المسألة من كام؟ 6 على 2 3 على 6 1 على 3 2. طب دول لا شيء لهم لاستغراق أصحاب الفروض بالثالثة. يا ريتك تكتب لي المعلومة دي. يا ريت سيادتك تكتب لي المعلومة دي. ليه؟ حد حاجة من الإخوة الأب؟ لا. فين نصيبنا؟ نصيبه حق ربنا الباقي. طب فين الباقي؟ مفيش. تعال بقى أرجعك للقصر. خلاص أمسح؟ أنا أحسن. نعم. أنت فاكر؟ إخوة الأب ولا الأشقاء؟ بس خلاص. هو الشروط مش اللي عاملها، ده عاملها المفتحين الكبار. لا تخش عليا. فين الشرط الثالث؟ الزوجة. الشرط هنا قال لا يتبقى ان الاخوة الاشقاء شيء، بقى لهم 3 جنيه من 12. الشرط اللي اختل فوق ايه؟ ان ده واحد ما خدش الثلث. يبقى الشروط الاخوة الام ياخدوا الثلث. ما يبقاش للإخوة الأشقاء حاجة أن يكونوا أشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا. اللي أنا ما بزعلش لما تقولي مش فاهم. نعم. الزوجة دي النص في الأجر وفي الوسط الربع ليهم. مش الربع التلت. ده ولا ده؟ لا لا لا. الزوج النص. لأن الزوج ياخد حاجتين يا بابا. إذا كان عنده أولاد يحصل على الربع، مفيش أولاد يحصل على النصف. فين أولاد؟ أم؟ الثانية زوجة، ولا أنا مفكرها دي زوج. زوجة، زوجة واحدة ست. الزوجة مفيش أولاد تحصل على الربع، في أولاد تحصل على الثمن، هنا مفيش أولاد دي أولاد. ما اختلفتش. سيادنا أنا بوظت الشروط وحل الكلام، رجاء عشان خاطر ربنا، أي مثال أكتبه على الصندوق يكون في دفترك، لا مجال لنجيين يتفرجوا عليه، أنا لا بتاع تفسير ولا بتاع حديث، محترم الشديد فيه، بتاع الحديث وبتاع التفسير بيحاول يوضح لك النص، أنا مش بتاع نصوص، أنا جاي بلعب في الحساب، أقول لك تاني، خلي بالك، إحنا مش بنهزر، كل مسألة اللي أنا بعملها تكون في دماغك. وما فيش مثال اتكتب عبث. ده المثال اللي بوظنا فيه شرط، وده اللي بوظنا فيه شرط، وده اللي بوظنا فيه شرط. لو الثلاث امثله دول عندك هتعرف الشروط وتفهمها، هتقدر تستدعي امثله وتقدر تكتبها. انا بستدعي الامثله ارتجالا عشان انا بشرح مواضيع الحمد لله من 95. لكن اللي جاي في البدايه يبقى عندك دفتر في كل المسائل دي. قد نخطئ يا سيدي، تعالى المره الجايه قول لي نشرح من جديد، يبقى معانا حاجه غلطنا فيها او حاجه فهمت فيها. لكن ده مش درس وعظ وارشاد ابدا، ولن يكون درس وعظ وارشاد. ليه؟ لان انا ما اعرفش لوعك ولا اعرف ارشد، انا اعرف عك في الكلام اللي انا بقوله. اكمل. لا شيء لهم استغراق اصحاب الفروض بالتركه. خدوا الفلوس يا مولانا كلها، بس ما حدش حجبهم عشان تقول لي محبوبين. ما حدش حجبهم عشان تقول لي محبوبين. تعال بقى احكي لك القصه اللي حكاها مولانا الشنشوري. شنشوري تقريبا منوفيه صح؟ منوفيه. مولانا الشنشوري حكى لنا قصه في غايه الروعه. قال ايه؟ قال راحوا لسيدنا عمر، ولذلك المسألة دي اسمها المشتركة، والعمرية والحجرية واليمية وإيه كمان؟ والحمارية. ركز معايا. قالوا لسيدنا عمر الست ماتت وسابت لنا الهم، جوزها أهلا وسهلا، وأمها اتخطبت بدري، وإخوة لأم، وإخوة لأب، معلش، وإخوة شيل. هذه صورة المسألة المشتركة ولا تتغير إلا في حالة واحدة بس. بدل الأم حطيت مين؟ أنت. خلاص. ورث سيدنا عمر النص والسدس
مهمتين 30 جنيه 10 جنيه 20 جنيه خلصت ال 60 جنيه ولا ما خلصتش؟ خلصت. طب دول بقى مين يحكي بالاخوه الاشقاء؟ الاب. مين يحكي بالاخوه الاشقاء؟ الابن. مين يحكي بالاخوه الاشقاء؟ ابن الابن. مين كمان يحكي بالاخوه الاشقاء؟ مفيش حد. الجد لا، متفقنا عند الجمهور. ولذلك ابو حنيفه ما عندوش المساله دي، ابو حنيفه عنده ان اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، خلصة التركه الموضوع خلص. ده عند ابو حنيفه، المساله المشتركه دي ليست عند ابي حنيفه. اعمل ايه انا هنا في المساله دي؟ سيدنا عمر في اول مره قال لهم انا اسف. ما حدش حاجبكم يا اخوانا، لكن ليس لكم عندنا شيء. ليه ليس لكم عندنا شيء؟ لاستغراق اصحاب الفروض الثانيه. بعد سنة واحدة جت مسألة جديدة طازة، مات طارق زوج وأم وإخوة الأم وإخوة أشقاء، راح رايح مين لسيدنا عمر قبل توزيع المسألة؟ راح له زيد بن ثابت الذي ولد في المدينة وهو خزرجي وكنيته أبو الحارث وأبو سعيد. عمل إيه مولانا أبو الحارث وأبو سعيد ده؟ قال لسيدنا عمر بن الخطاب، اتولد سنة 15 قبل الهجرة ومات 45 بعد الهجرة، وهو الصحابي الوحيد اللي سمع القرآن كاملا على سيدنا النبي كم مرة؟ مرتين، وهو قائد الجمع البكري والجمع الايه؟ العثماني. سيدنا زيد اللي مات سنة 45 قال لسيدنا عمر ايه؟ قال له بص افهم معايا عملت ايه مع سيدنا عمر. قال له الأب قال الميت اهو الله يرحمه ويحسن اليه. أبوه اسمه علي. أمه اسمها إيه؟ علية. علية. وبيبيع طعمين. علي وعلية لما اتجوزوا خلفوا لي علياء. وبيدلعوها بعلياء بحسب الهمزة للتخفيف. علياء دي اخت الميت تعتبر اخت ايه؟ شقيق. وكمان خليفه ابراهيم. ابراهيم يقرا من الميت شقيق، شقيق يعني اب وام. ربنا كرم عم علي ده وانتقل الى الرفيق الاعلى. كانت علياء فيها رغبه واتجوزت. ادي علياء، علياء اتجوزت واحد اسمه اسماعيل. اسماعيل وعليا خلفوا احمد، خلفوا سلوى. احمد وسلوى يقربوا ايه للميت؟ اخواته من فين؟ علياء وابراهيم يقربوا ايه للميت؟ اخوه اشقاء، صح؟ هنا يا سيدنا عمر، شوف سيدنا زيد بيفهم سيدنا عمر ازاي. هنا يا سيدنا عمر دول علشان يقربوا للميت من طريق امهم اديت لهم التلت، ودول علشان يقربوا للميت عن طريق امه وعن طريق ابوه ما تديهمش حاجه خالص. فهمت وجهه النظر؟ فراح سيدنا زيد قال لسيدنا عمر ايه؟ هب ان اباهم، ابوهم مين؟ حمار ملوش لازمه، يبقى كلهم هو علياء وهو الله علياء هنا وعلياء هنا. هب ان اباهم حمار حجرا، يبقى الحجريه في اليم اليميه. راح سيدنا عمر ضحك وعمل ايه سيدنا عمر؟ قال للاخوه الام الاشقاء فهم شركاء في الثلث، ويبقى كلكم مع بعض تتقسموا في الثلث، ويبقى كلكم المذكر زي المؤنث، وسموها المسألة المشركة والمسألة المشتركة. ليه؟ لأن سيدنا عمر ورث الأشقاء مع الأم فين؟ في التلت بتاع الأم، فبقى علياء وإبراهيم وأحمد وسلوى على 30 جنيه اللي هم على 20 جنيه اللي هم ليها التلت. الأربعة دول 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه. عشان كده سموها المسألة الإيه؟ المشتركة. الكلام ده سيدنا عمر عمله امتى؟ عمله السنه دي، راح جم الجماعه بتوع السنه اللي فاتت قالوا له يا عم سيدنا عمر ادينا حقنا، قال لي قالوا له ما انت عملت اهو، قال لهم هذه على ما قضيت
وتلك على ما قضينا. يبقى اجتهاد السنة دي للسنة دي واجتهاد السنة اللي فاتت لمين؟ هذه الصورة تسمى بالمسألة المشتركة. صورة المسألة المشتركة زوج خد النص، أم أو جدة السدس، إخوة لأم عدد لم يحجبوا حصلوا على الثلث، إخوة أشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا وليس لهم شيء من الميراث وإن قل. عمل سيدنا عمر دخل كله في بعضه وتقسمه في التلك، بقيت صورة بيضة أنا ما شرحتهاش. صورة الإناث عايز أشرحها دلوقتي. في مشكلة في العصبور؟ إذا كان الباقي إخوة لأب ماليش دعوة. تعال بقى نقولها بقى عشان أمشي. نعم. الإخوة الأشقاء دول اللي هناك إخوة الأم عشان ما حجبهمش خدوا نصيبهم من تلك خمس. أنت معاك صينية لحمة بتدي كل واحد حتة عليها 10 حتت وفي 3 أعشاب فوق الـ10 يبقوا 13. أنت عملت يا مولانا فرقت للـ10، طب والـ3 اللي بره ما خدوش ليه؟ خمس الصينية. سيدنا عمر قال ايه؟ قال دخل كله في بعض. تعال بقى النقطه الجباره قوي قوي دي عشان ايه؟ نروح بقى. يا رب ستر عفوا. بيقول لي زوج اهلا وسهلا. بيقول لي ام. إخوة لأم. أخت شقيقة أو أخت لأب. ورث هنا النص ها السدس الثلث. أخت الشقيقة جدع. في أب لا، في أم استغفر الله، في ابن لا، في ابن ابن لا، في بنات لا، يبقى متفردة تاخد الكام؟ أصل المسألة كام؟ ستة. جدع جدع. ستة على الاثنين؟ على الستة؟ على التلاتة؟ على الاثنين؟ ستة على الاثنين؟ تلاتة وواحد؟ أربعة. أربعة واثنين؟ ستة وتلاتة؟ أصل المسألة ستة وعالت إلى كام؟ فبدل ما هقسم التلك 6 كوام أرجع أقسمها كام كوم؟ 9. طب تعالوا نظهر برضو مرة تانية. إحنا قلنا إذا كان أصل المسألة 6 تعود إلى كام؟ 7، 8، 9، 10. إذا كان أصلها 12، 13، 15، 17. إذا كان أصلها 24، 27 فيها تعود 10. قال لي هو يا سيدي زوج وأم وإخوة لأم وأختان لأب. الزوج الأم إخوة الأم أختين لأب. مين ورث؟ جدع والله حلوين قوي شاطرين جدا. بالدين يلا مولانا اصل المساله كام؟ 6 على الاثنين؟ 3 على السته؟ على الثلاثه؟ 6 على الثلاثه فيها الكام؟ 2. بس دي الاثنين يبقى 2 في 2 4. يبقى مش معايا بعمل ايه في الثاني؟ اصل المساله 6، 6 على الثلاثه؟ 2. 2 في 2 4 يبقى 4 زائد 3 و1 4، 4 و2 6، 6 و4 يبقى اصل المسألة ها 6 وعالت إلى. يبقى دلوقتي أنا معايا 60 جنيه هقسمهم على 6، أنا معايا 60 جنيه هقسمهم على كام؟ على 10. أنا بقول مثلا لما قسمنا ال 60 جنيه على 10 مثلا طلع لي السهم ب 6، يبقى ده ياخد 3 في 6، ده 6 في 1
2 في 6 4 في 6 وتبقى المساله ايه؟ عاله. عاله من كام من كام؟ اصل المساله 6 تعود ل 7 ممكن، 8 ممكن، 9 ممكن، 10 ممكن، 11 لا، 10 يا مولانا؟ 6 على الايه؟ باسم على اللي تحت ده تلت، ومضارب في اللي فوق يديني تلتين. تلت الستة كام؟ 2. طب تلتين الستة كام؟ 4. فأنا بقسم على اللي تحت وأرجع أعمل إيه؟ أضرب في اللي فوق. أنا كده خلصت المسألة المشتركة وخلصنا مع حضراتكم حجب الكتمان بثلاث قواعد بتوعه، وراجعنا تاني مرة على أصول المسائل. أصول المسائل المتفق عليها 2 3 4 6 8 12 24 اسمها أصول المسائل المتفق عليها. أعملها لكم على السبورة للمرة الثالثة عشان ربنا يرضى علينا وعليه يرضى. دلوقتي اصل المساله 2 خدتها من النص، ال 2 مخرج الايه؟ النصف. اصل المساله 3 خدتها من الثلث. اصل المساله 4 خدتها من الربع. اصل المساله 6 خدتها من السدس وحط لي زيها. اصل المساله 8 خدتها من الثمن. اصل المساله 12 وحط لي دايره. اصل المساله 24 وحط لي دايره. اذا كان اصل المساله 2 لا تعود، اصل المساله 3 لا تعود، اصل المساله 4 لا تعود، اصل المساله 8 لا تعود، طب اصل المساله 6 تزيد. العود هو عباره عن ايه؟ زياده أسهم أصحاب الفروض على أصل المسألة. فأصل المسألة 6 كوان، أنا محتاج 7. يبقى إيه بقى؟ لما تزيد من 6 تطلع لكام؟ 7 8 9 10. طب 11 غلط. لازم تبقى غلط. أصل المسألة 12 وتر 13 15 17. أصل المسألة 14 27 بس. 24 تعود إلى كم هم؟ 27 وبس. خلاص؟ يا ابني ليها حسبة هشرحها بعدين. لما أقول لي 3 و 4 يبقى تباين، 2 و 6 يبقى تداخل. فهمتها؟ توافق 2 و 2 مماثلة، يعني مالهاش لازمة أشرحها دلوقتي. نعم. ابدا لو عامل 14 يبقى الاجابه خاطئه. قول بره دي تفضل. مساله عالي، عايز افهم بعد اسمه. اللي عايز يمشي يتفضل، بس اللي عايز يقعد يسكت. على سبيل المثال اللي هو 2 مثلا، هو اللي هو اللي هو 2 و 3 و 1 و 2 و 4 مبلغ هيقسمه، هيقسمه ازاي على الارقام دي اللي على الدرس؟ الراجل ساب كام؟ 60 جنيه. اصل المساله كام؟ 6. يبقى كل سهم بكام؟ 10. الراجل ساب كام؟ 90 جنيه. اصل المساله كام؟ 6. 6 على 90 فيها الكام؟ 15 جنيه. اصل المساله 6 وعالت الى 8، قسم لي 90 جنيه على 8. يبقى السهم بكام؟ ما اعرفش، 4 جنيه ونص، 5 جنيه ونص، 6 جنيه ونص. نعم. مسألة بس يا شيخ. البنت ابن اخت الام وابن مولى العتاقة. وابن مولى العتاقة؟ ابتديت مسألة فين؟ كده ايه الأسئلة الجبارة دي؟ ورث يا اخوان. ورث. ما انت في كلية العلوم. لا لا. ايه مصر مش كده؟ ها؟ ايه قول المسألة تاني؟ بنت ايه؟ بنت ابن اخت الام. اخت الام. ابن مولى العتاقة. مولى عتاق، يعني كان عبد عندنا واعتق. ها؟ بس مين يورث؟
بنت الابن من مصر اخ الام محبوب، اخ الام محبوب، مولى اللي انا كنت عبد عنده يورث ولا ما يورثش؟ هنا مشكله، في رد ولا ما فيش رد؟ احنا نؤمن بالرد، يبقى البنت الابنه هتورث النص والباقي ايه؟ ردا. والباقي يا سيادنا ردا. نعم. امر توفي ولم ايه؟ جدع، احسن. ترك اب وام، الام الثلث والاب الباقي. ايه المشكله معاك؟ يا سلام. ها يا اخوانا هنفي مولى العتق الاسد. انا قلت لك بقى اللي هيرد على اصحاب الفروض ويؤمن بالرد هيدي هتاخد البنت الابن كله. لو في رد بيدوها للمعتق ده، بس دي مساله مش محلها دلوقتي. حجب الاخوه الاشقاء يحجبهم الاب ويحجبهم الابن ويحجبهم ابن الابن، خلاص. نعم. ايوه يا سيادنا، حد عايز حاجه يقول؟ مسألة في العود. ها؟ زوج واخوان ام واخت شقيقه. الزوج خد النص والاخوه الام الثلث والاخت شقيقه واحده لوحدها النص. ايه المشكله معاك؟ اصل المساله كام؟ من سته. سته على الاثنين ثلاثه، وسته على الثلاثه اثنين، يبقى كده كام؟ خمسه. وسته على الاثنين ثلاثه، يبقى خمسه وثلاثه كام؟ خمسه وثلاثه ثمانيه. يبقى يا مولانا بدل ما اقسم على ست اجزاء اقسم على كام؟ على ثمانيه. ثلاث اسهم للزوج، ثلاث اسهم للاخت الشقيقه، سهمين لمين؟ للاخوه الام. الام ما اعرفش المساله كام؟ ما ترك 40,000 جنيه. قسم بقى، هتقال حسب اقسم. بمعنى ان احنا نسلق الفرق على النار. ونعمل تخديعة بالقوطة والطومة، وبعد ما نسلق الفرخة نرمي الفرخة في التخديعة فتطيب الايه؟ الفرخة، وبعد كده نقطع الفرخة، وبعد ما نقطع الفرخة نخل العظم، وبعد ما نخل العظم نحطه في طبق، وبعد ما نحطه في طبق نقعد سيادتك، وبعد كده نفتح له البق، ثم نخزف الفرخة التي طابت في الجمعة بالتخديعة في فمك، ثم ندعو الله أن تنزل اللقمة في معدة ستك الشريفة بلا غصة أي بلا تعب ومشقة. أنا مالي يا ابني؟ أنا ليا النص والثلث والربع، وبعد كده الآلة الحاسبة هتحسب. ما تترك 40 رغيف قسم ل 40 رغيف. ما تترك 40,000 جنيه قسم ل 40,000 جنيه. ما تترك فدانين، دي أمور خاصة أنا بشرح العوامل. لما تيجي بقى مسألة ويحط لي الفلوس هات له المحاسب عشان يطلع الكسر ويطلع هنا ويطلع هنا. عنده شقة أربع حجرات فين؟ في المهندسين. وعنده شقة ثمان حجرات في الزاوية الحمراء. لما أجي أحسب أقول أربع حجرات وثمان حجرات يبقوا 12 وأصل المسألة 12، تحصل مصيبة. ليه؟ الكل عايز ياخد فلوسه فين؟ في المؤسسين، والكل يرفض ياخد فلوسه فين؟ يبقى بنعمل حاجه اسمها تقويم. ده مش مواريث، ده مش مواريث، دي محاسبه، دي مشكله غير هنا. يقول لك طب ورثني بالفلوس، طب انا هعمل ايه؟ انا سبت فدان قسمه لي على ثمانيه، انا سبت عماره قسمها لي على كام؟ على ثمانيه، انا عندي ايراد محل قسمه لي على ثمانيه، اذا كان اصل المساله كام؟ ثمانية. يطلع التمن بقى الواحد في الثمانية كام بقى السهم بقى؟ يطلع 40,000 جنيه، يطلع 50,000 جنيه، يطلع 100 جنيه كل شهر. يا مولانا مسائل خمس. بنته عم شقيق، مين ورث؟ البنت النص خالص، العم الشقيق. ايه المشكلة فيه؟ مين اللي يحكي بالعم الشقيق؟ كل اللي فوقه.
الابن وابن الابن، الأرض الجد، الأخ الشقيق والأخ الأرض، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأرض. نعجب يا عم؟ نعم. العصبات في أصحاب الفروض، العصبات وفي أصحاب الفروض. مش بنت الابن الأخت الشقيقة صاحب الفرد ولا صاحب الفرد؟ طيب مين حجبها؟ حجبها الابن. الابن عصب ولا صاحب فرد؟ مين من أصحاب الفروض يحجب أصحاب الفروض؟ الأخ الشقيق عشان الأخ الأرض. لا، مين من أصحاب الفروض؟ البنتين مش بياخدوا التنتين؟ يحجبوا بنت الابن. انت عايز تذاكر يا مولاي؟ ما انا بقول انت عايز تفكر عمليها لي، انت جابوها ازاي؟ نعم. وتركت خمس بنات. خمس بنات. واخوه لام. واخوه لام. اخ شقيق ذكور واناث. ورث. تحفظ معانا. الخمس بنات التنتين. الخمس بنات التنتين. الاخوه لام محجوبين بالفرع الوارث. محجوبين بالفرع الوارث. ابناء الاخ الشقيق. ابن اخ شقيق. لا، ابناء ذكور واناث. ذكور واناث. ها؟ الأبناء يحجبوا البنات. أنا عملتها لكم قبل كده. وقلتها لكم فالباقي فلأولى رجل ذكر. اكتب يا مولانا، اكتبوا للمرة الثانية. للمرة الثانية. يا أخي يلا، اللي عنده ظن ما بيروحش. اكتبوا للمرة الثانية. يلا يا مولانا. ابن اخ شقيق قصاد بنت اخ شقيق. ابن اخ الاب قصاد بنت اخ الاب. عم شقيق قصاد عمه شقيقه. عم الاب قصاد عمه لاب. عم شقيق. ابن عم شقيق قصاد عمه بنت عم شقيق. ابن عم لأب قصاد بنت عم لأب. قال صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فالباقي فهو لأولى رجل ذكر. ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن ابن بنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ شقيق أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت الأب وأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. غير كده فالباقي فلأولى رجل إيه؟ أهو يا سيدي. هل عندي أنا بنت أخ الأب؟ لا. بنت أخ شقيق؟ لا. عم؟ لا. بنت عم؟ لا. كل ده عندي ولا ما عنديش؟ ما عنديش. يبقى انت بقى بتكلمني ليه؟ الحكم الفرائض احدث رواه البخاري باهلها فالباقي فهو لاولى رجل ايه؟ فاذا اجتمع الذكر اللي على اليمين مع الانثى اللي على الشمال وانت مغمض يا مولانا، مين اللي هيقتل الباقي؟ اللي على اليمين. طب هل العمه محبوبه مش محبوبه؟ العمه مش من ناس من اصله. انت عندك عم مولانا من العشر ستات؟ انا عندي جد الاب وجد الام وام وبنت وبنت ابن واخت شقيقه واخت الاب وزوجه ومعتقه. موجودين هنا؟ دول موجودين من العشره؟ يبقى من جد وجد ومن زرع حصد. بنتين وبنت ابن محبوبه بنت الابن. الرد بقى هيرجع على بنتين الابن، بس انا ما شرحتش الرد، انا شرحت العول بس. نعم. هيرجع البنتين يا سيدنا شعبان. هيرجع على البنتين. نعم. بنت الابن محبوبة. حتى في الرد. تؤمر يا حبيبي، تؤمر. مهندس يا ودينا بدايت. لسه ما شرحناهوش، لكنها رد يا مولانا ما دام اتحجبت من الأول، اتحجبت أنا طلعتها بره الشقة. أدخلها تاني فين؟ طيب يا أستاذ محمود، نعم يا حبيبي. كلام في غاية الروعة. ليه الجد ما يحكمش الإخوة الأشقاء والأب؟ حد يرد عليه عشان أمشي أتكلم. رد عليه. الإخوة وصلوا للميت عن طريق الأب.
والجنب وصل للميت عن طريق ايه؟ احنا اتفقنا في الواسطة، ليه بتفضل واحد على واحد؟ نعم الجد راس الجد مع الاخوه اول الدرس الجاي. لا مش اعلى من الاخوه، التحت في الوسط. اعلى من الاخوه ده مذهب ابو حنيفه مش مذهب الجمهور. نعم. الجد وين اعلى؟ ما هو هنا الاخوه اقرب من الجد لاب لاب. لان ده اصل الاخوه حواشي والاصول مقدمه على الحواشي. ده اصل. في فرق بين العظم والأجنحة، ولا أنتم تحبوش الفرق زي حالتنا؟ في فرق بين العظم واللي هي مولانا والأجنحة. خيار بني آدم بتكسر لك العمود الفقري ولا تقطع لك دراعك؟ قال لا دراع أنا عايز تكسروا العمود الفقري مات. العمود الفقري مات. فالجد ده أصله والأصول ده تحجب، ده مش كلام، ده كلام ربنا. يا سيادنا كل اللي إحنا بنقوله ما هو الا تفسير لثلاث ايات 11 12 176 في سوره النساء. بصوا بقى المره الجايه ان شاء الله اول ما ندخل قول لي ميراث الجد مع الاخوه. اثنين المساله الاكثريه. المساله الايه؟ ثلاثه متفرقات وانا كده خلصت الماده بتاعتنا. كده احنا خلصنا. اقول تاني اخر مره هنقرأ ايه؟ 400 رجاء رجاء كل واحد يبقى جاي وحافظ اسمه جيدا عشان اللي هيتلخبط في الورقه ويكتب اسمه ويشخبط فيها معنى ان انت تشخبط في الورقه قلبت بركتها واحنا الحاجات اللي قليله البركه ما بنشتغلش فيها. ها اقول تاني المحبوبات دول كلهم محبوبات النبي قال كده. مالهم ربطهم يا ابن الله؟ البنتين يحجبوا بنت الابن فاكثر. الاختين الشقيقتين يحجبوا الاخت الاب فاكثر. الا لو في اخ مبارك او ايه؟ او ابن مبارك كما شرحنا سابقا. ما عنديش عمه، ما عنديش بنات اخوه، كل ده ما عنديش، علشان كده شغلنا كله كان مع الرجال. الأم لا تحجب، طب بتحجب مين؟ بتحجب الجد الأب والجد الأم وفقط. الجدات يحجبوا مين؟ الجدة القريبة تحجب الجدة الإيه؟ من يحجب الجدات؟ الأم تحجب الجدتين، الأب يحجب الجدة المين؟ خلافا للحنابلة. تؤمر يا مولانا، ها؟ قول. المسألة المشتركة. المسألة المشتركة. لا مش يا ليت، هب هب مش يا ليت، ليت دين امتناع، افتدر افترضوا اعتبروا كأن لم يكن في المسألة، أمهم هنا عليا وأمهم هناك عليا. خلاص ها؟ الجد الفاسد أبو الأم ذوي الأرحام، الجد الصحيح هو أبو الأب من أصحاب الفروج. الجد الفاسد يرث في أصحاب الإيه؟ في ميراث اسمهم ايه؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ذوي الارحام مش عندنا هنا، مش عندنا هنا. نعم وصلى الله على سيدنا محمد.